طبيعي جدا. أول من جاء إلى بغداد خلال بعد ساعات قليلة يعني من الحدث هو نفس الحاج قاسم سليمان، وهو له علاقات متينة وقوية داخل الوضع العراقي، واتصل بفصائل المقاومة المختلفة. وثيقة الشرف أنا مؤمن بها، سواء وقعتها أو ما وقعتها أنا مؤمن بها وأشهد على أيديها. واحدة منها إنهاء تواجد الميليشيات، يعني إنهاء تواجدك. إذا هيك أنا ما وقع. يعني تعترف أنك زعيم ميليشيا؟ أنا زعيم ميليشيا علنا. هذا هو قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، يحتسي الشاي على مشارف مدينة تكريت العراقية في الأول من مارس سنة 2015، وهو يشرف على القوة العسكرية المحيطة بالمدينة لطرد داعش منها. صورة من صور نشرت لسليماني في العراق، فضلاً عن شريط مصور يرقص فيه حاملاً بندقيته. أراد النظام الإيراني منها توجيه رسالة إلى دول المنطقة والعالم بأنه موجود بقوة وعلى أعلى المستويات في العراق. بانتظار الشهادة، في طريق الشهادة يتحرك ويبقى ويأمل ويشتغل. أهمية مثل هذه الصور تكمن في شخص سليماني نفسه، فهو الذي يدير فيلق القدس ذراع التدخل الإيراني الخارجي، ومتهم بالتورط في أعمال تخريبية في المنطقة. وأن يظهر بهذه الصورة في العراق وهو الرجل الذي اشتهر بالغموض دليل على أن إيران لم تعد تخجل من إعلان تدخلها المباشر صراحة في العراق. سنة 2000 أسقط الأمريكيون نظام صدام حسين في العراق، وهذا ما جعل خبراء المرحلة التي تلت هذا العمل يصفونه بالفرصة الذهبية لإيران والتي لم تتوفر لها من قبل لبسط سيطرتها على هذا البلد. دفعت إيران بكل قوتها لتثبيت أركان النظام السياسي الجديد في العراق، فباركت مجلس الحكم الانتقالي الذي شكله الأمريكيون، كما حرصت إيران على دعم الحكومات العراقية التي جاءت بعد سقوط نظام صدام حسين سنة 2000 وتمكين الأحزاب السياسية الموالية لها. بعد 2003 العلاقة الإيرانية العراقية تبدلت، تغيرت تماما. لم تبقى علاقة توازن وعلاقة أخذ عطاء، أصبحت علاقة هيمنة إيرانية على العراق بواسطة جيوبها وجماعاتها اللي كانوا بالعراق. عملية ما بعد الحرب ودخول إيران إلى العراق، هذا دخول على الأقل فيه تقدير موقف. ماذا تريد إيران من العراق؟ العراق بالنسبة لها هو المجال الحيوي لحركة إيران الأممية. بعد تغييرات اللي حصلت في العراق أرسل آية الله الراحل محمد باقر الحكيم إلى العراق ومعه 5000 شخص، 3000 منهم من الحرس والبسيج و 2000 منهم من رجال الدعوة بمجلس الأعلى، بينهم هادي الآمري وغيره. وللهيمنة الكاملة على القرار السياسي العراقي
أسست إيران ميليشيات شيعية ودربتها ومولتها وسلحتها. جعلت إيران من الميليشيات المسلحة الموالية لها رأس حربة في خططها وأعمالها في العراق للقضاء على خصومها بإدارة مباشرة من فيلق القدس الإيراني، ذراع التدخل الخارجي لإيران في المنطقة والعالم. من هذه الميليشيات حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق وفيلق بدر وجيش المختار وجيش المهدي ولواء أبي الفضل العباس. هذه المجموعات مجموعات تنتمي لحد النخاع لإيران. أنا كانوا في الأهواز وكانوا في طهران، أحيانا كنت ألتقي معهم في مثلا معرض الدول للكتاب، ولما أتكلم معهم كانوا يقولون لي نحن نضع الوطنية تحت حذانا، لا تعنينا الوطنية ولا يعنينا العراق، نحن منتمين لإيران. أخطر ما فعلته وتفعله هذه الميليشيات المدعومة من إيران إثارة الطائفية في العراق والتصدي للمكون السني فيه وفقاً لمنتقديها، فضلاً عن ولائها المطلق لإيران وليس للعراق. إذا تسمح لي الآن وصارت حرب بين العراق وإيران، لا سامح الله، إن شاء الله ما تصير. أنت ويا من توقف؟ ويا إيران. هذا الكلام ليس كلام واثق البطاط وحده، كلام كل المسؤولين العراقيين الذين ينتمون للأحزاب التي ربتها إيران وصرفت عليها إيران. تيار اللي إيران يبني عليه بالعراق تيار طائفي، طائفي بمعنى الكلمة، لا ينظر لا لعروبة العراق ولا للعراق، وينظر إلى إيران. يعني هم بغداد وعينهم على طهران، وإذا مطرت ببغداد، إذا مطرت بطهران الجو صار مطر، هم بغداد يشيلون الشمسيات. السياسة الإيرانية هذه أدت في المقام الأول إلى اندلاع اضطرابات سياسية وأمنية في العراق، وأدى دعم إيران أحزاباً وحكومات موالية لها على أساس طائفي إلى شعور كثير من العراقيين بالتهميش وعدم النظر إلى الحكومات العراقية ممثلاً لهم. العراقيين أكثر الشعوب منفتحين ومترفعين من هذه الشعارات الطائفية، ولكن كيف هذه الشعارات كرست؟ كرست عندما إيران، يعني إيران كرستها بالمناطق الجنوب وبغداد، وقتلت الخطباء وقتلت يعني السنة وهجرت السنة من البصرة ومن المناطق الأخرى، فصارت ردة فعل. الردة فعل تأتي عندما يكون شيء يعني واضح المعالم ضدك، أنت لازم تدافع من نفسك. وبالتالي السنة بالعراق ما لم يرون يعني دولة تحتضنهم، وتوجهوا البعض من عندهم وليس كل السنة، البعض من عندهم يعني اتجهوا إلى داعش وإلى القاعدة، وإيران هي السبب. التهميش والإقصاء السياسي أسهما في انتشار التطرف والإرهاب في العراق وتغول جماعات مثل داعش. إيران هي من خلال تصرفاتها بالعراق هي تجعل من داعش يكون بطل لبعض السنة، لبعض السنة الذين لا يرون دولة تحضنهم كما إيران تفعل للشيعة جيوبها المرتزقة وليس كل الشيعة. ففي يونيو من سنة 14 و2000 سيطر داعش على أراض واسعة في شمال العراق ومدن رئيسة منها الموصل وتكريت، مستغلاً ضعف الأجهزة الأمنية وتفاقم الغضب الشعبي على الحكومات العراقية والتدخل الإيراني وإحساس كثير من سنة العراق بالتهميش. سياسات الاجتثاث وسياسات الإقصاء والتهميش وسياسات اعتبار كل المؤسسات الحكومية السابقة هي مؤسسات
صدامية. احنا نتكلم هنا على ملايين الناس، ملايين المواطنين العراقيين، وهذا لا يجوز الحقيقة. لهذا بقى العراق كسيح غير قادر على مجابهة هذه التحديات، ونتائجها الآن أنت تعرف، داعش والقاعدة وكل هذه الأمور اللي حصلت بالعراق هي بالواقع ردة فعل طائفية لطائفية إيران المنتشرة بالعراق. اجتاح مسلحو داعش المدن والبلدات العراقية ناشرين القتل والدمار. أنا تحدثت مع بعض العسكريين العراقيين، واحد قال بشرفي بشرف أمي جاءتنا أوامر من مالكي مباشرة، أودوا اتركوا داعش يدخل الموصل وثم نقضي عليهم وعلى زعيمهم وعلى جميع. ولم تمضي أشهر قليلة حتى برز الوجود الإيراني على الأرض العراقية بوضوح وقوة أكبر، وأصبح قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني يصول ويجول بحرية في العراق ويدير المعارك مع داعش ويلتقط الصورة تلو الأخرى دليلاً على مشاركة إيران في المعركة. ليس هذا فحسب، فقد ساند التدخل الإيراني دعم إعلامي من قنوات فضائية عراقية، وصل بها الأمر إلى إنتاج أغنية مصورة تمجد قاسم سليماني ودوره في المعارك. كلمة تصدير الثورة كلمة واقعية حقيقية، يعني مو كلام قاله الخميني أو السيد الخميني وذهب، أو حاول الرئيس نجاد إحياءه وسكت. لا معنى للثورة الإيرانية إذا بقيت داخل إيران، لا معنى للتجربة الإيرانية إذا بقيت داخل الحدود الإيرانية. التجربة الإيرانية تجربة أممية وليست تجربة وطنية أو محلية، فينبغي تصديرها. تريد إيران من هذا إبراز نفسها على أنها محاربة للإرهاب في العراق المتمثل بداعش وداعمة للشعب العراقي، لكن ذلك كان حجة ضاحدة كما يرى المشككون في الدور الإيراني. لكن هذه ذريعة. أنا أعمل بالمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، المعلومات التي لدي أن الذين قتلوا بأيدي الإيرانيين للأسف هم مدنيون لا علاقة لهم بداعش. لماذا سقط الرمادي إن كانت هناك مساعدة إيرانية والخبراء الإيرانيين؟ ألم يكن سيد قاسم سليماني هذا الرامبو ولي الفقيه موجوداً في العراق لما سقط رمادي؟ سقط. إن كانت هناك رغبة ونية للقضاء على داعش لكان داعش من آثار الماضي. لا أبداً، أقول هذا الذمر الحاكم في إيران، يريدون بقاء داعش، بسبب داعش يبررون تواجدهم وانتشارهم وتعزيز نفوذهم في العراق. ركزت الخطة الإيرانية في العراق على نشر الجماعات الشيعية المسلحة على الخطوط الأمامية ضد مسلحي داعش، خصوصا بعد دعوة علي السيستاني المرجع الشيعي العراقي إلى النفير العام ومواجهة التنظيم. حوالي 1000 من رجال الحرس، من مستشارين، من ضباط الحرس متواجدين في الديالة وفي النجف وفي سامراء وداخل الحشد الشعبي. الحشد الشعبي مكون
تم تشكيله بإرادة المرجعية في النجف، ولكن كنترول والتحكم بهذا القوات بيد إيران، بيد فيلق القدس. مراقبو سير المعارك في العراق وشهودها يتهمون هذه الميليشيات بانتهاك الحقوق الإنسانية لمواطنين عراقيين بعد سيطرتها على مناطق كان يحتلها داعش. الحشد الشعبي في جزئين، في جزء مهم قدر أن يحمي مناطق ويملأ فراغات مهمة بعد أن تراجعت إمكانيات القوات المسلحة، وفي جزء غير منضبط وغير واضح وغير محدد وغير مدرب. وللأسف أيضا الحشد الشعبي برمته لا يرتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة برئيس الوزراء، لا يرتبط بالدولة بهذا المعنى يعني، وهذا يشكل عائق في طريق نمو هذه الإمكانية التي تسمى الحشد الشعبي. الذي يحدث الآن هي عملية إفراغ وإحلال، إفراغ المنطقة ديموغرافيا وإحلالها بالبديل لتحقيق حلم دولة البعد الواحد أو دولة الفقه الواحد. الأغيار، الطرف الآخر هم الأغيار وليسوا مواطنين. استعادت القوة الإيرانية وميليشياتها الشيعية مناطق من يد داعش، أهمها مدينة تكريت، لكن هذا أرسل إشارة سياسية مثيرة للقلق، كما قال خبراء، إلى مكونات الشعب العراقي الأخرى، وهي أن إيران بتحالفها مع الميليشيات في العراق في محاربة داعش تزيد الأمور تعقيداً، ولهذا طالب مسؤولون عراقيون بوضع شروط على المساعدات الإيرانية للعراق حتى لا تؤثر في السياسة العراقية، لأن بقاء الأمر على هذا الحال سيخلق كما يرون مشاكل سياسية مستقبلية. ويرى هؤلاء أنه إذا ما ظل العراق معتمداً على إيران فإنه سيواجه مشاكل كبيرة، وأن حلها يكمن في التعاون مع العرب جيران العراق لتسليح الجيش العراقي وتقليل الاعتماد على إيران على صعيد التسليح. أنا شخصياً حصلت على مساعدة ودعم عسكري بأجهزة ومعدات من دولة عربية خليجية، وهناك دول عربية أخرى أنا التقيت بقادتها وملوكها مستعدين أن يقدمون دعم مطلق إلى العراق فيما إذا سار العراق على طريق المصالحة الوطنية لترسيخ النصر ولإدامة الزخم الانتصارات العسكرية وتحقيق الانتصارات العسكرية، وصولا إلى أنه مستعدين أن يقدمون طائرات يطلوها بطلاء العلم العراقي وتقاد هذه الطائرات من قبل طيارين عراقيين للمساهمة بالجهد العسكري. يشير خبراء إلى أن معركة تكريت ليست مجرد جبهة قتال، بل تقدم صورة لمدى هيمنة إيران على الميليشيات وخطورة الأسلحة التي زودتها بها، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى التساؤل عن مستقبل هذه القوى، خصوصاً مع غياب واضح لسلطة الدولة العراقية وحكومات عاجزة عن وضع خطط مستقبلية للبلاد بعيداً عن إملاءات طهران. إيران هي الدولة التي تحاول التأثير على القرار السياسي العراقي بشكل واضح، وعندنا شواهد على هذا الأمر، منهم من صرح أنه بغداد عاصمة الإمبراطورية الفارسية، ومنهم من صرح أنه إحنا مسيطرين على مجموعة عواصم عربية، فلان وفلان عاصمة وفلان عاصمة وبغداد منها إرسال مقاتلين إلى العراق. هذه الحقيقة يعني ودعم ميليشيات مسلحة هذا لا يصب في سلامة واستقامة العراق من جانب، ولا يصب في سلامة واستقرار المنطقة من جانب آخر،
وأنا هذا الكلام تكلمته مع مسؤولين إيرانيين التقيتهم في سويسرا على هامش مؤتمر دافوس. وأنا كنت أتمنى أن اللقاء الذي حدث في إيران بين السيد حيدر العبادي وبين الإيرانيين أن يكون جزءا من عملية العودة إلى الذات على الأقل، أن ما يحدث، أن ما تريده إيران من الحكومة العراقية يشكل خطرا على مستقبل العراق نفسه وليس على أحد. العراق سيصبح قاعا صفصفا إذا استمر على هذا الحال. رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي ذهب إلى إيران أول مرة وعبد احتجاجه على ممارسات بعض رجال الحرس وبعض المعممين في العراق كأن العراق محتل، ولكن تلقى تهديدات مباشرة. لما عاد إلى العراق أدرك خطورة الوضع، تهديدات كان قريبا جدا منه. بين نهاية الحرب الإيرانية العراقية سنة 88 من القرن الماضي واستعادة تكريت من داعش سنة 15 و2000، مر العالم بتغيرات متسارعة كثيرة، بينما زادت عزلة إيران واشتد نبذها دولياً وكبلت بالعقوبات بسبب سياساتها المثيرة للاضطرابات. خلال هذه المدة من عمر الزمن شهد العالم أحداثاً كثيرة، وازدادت التحالفات الدولية لحل كثير من الأزمات مثل احتلال العراق الكويت، حرب البلقان، والحرب ضد طالبان في أفغانستان، فضلاً عن قضايا إنسانية منها أزمة دارفور والصومال إلى جانب الكوارث البيئية والصحية. كل هذا فضلاً عن توسع العولمة والتجارة الدولية جعل دول العالم تميل إلى التعاون فيما بينها أكثر من أي وقت مضى، بينما بقيت إيران معزولة، وفي حين ظهر مجتمع دولي واقتصادي أكثر تواصلاً وترابطاً، ظلت إيران بعيدة عن كل هذا. العالم صار قرية صغيرة جداً، لا يمكن أن نعيش معذولين ومنعزلين، لا يمكن أن نتدخل في شؤون الآخرين بلا رد. وإيران قدمت للأسف نفسها بطريقة يعني أقل ما يقال عنها أنها تسيء إلى سمعتها تماما في العراق. ينبغي أن تكف أذاها عن العراق. تدخل إيران في العراق سيلقن الإيرانيين درسا لن ينسوه باستنزاف ثرواتها وشبابها كما يقول خبراء. فهل ستتعلم إيران مما يحيط بها بطريقة أسهل وأقل كلفة، أم اعتادت على غير ذلك؟ هذا ما سنعرفه في الجزء الرابع والأخير من إيران والمستنقع العراقي.